المهني بالنسبة للدخول هذا إن شاء الله سوف نستقبل أكثر من 6500 منصب جديد، يعني متربص جديد عبر الموزعين على شتى أنماط التكوين على كل مؤسسات الولاية، إضافة إلى المستمرين، بحيث يعني العدد الإجمالي اللي إن شاء الله راح يدخل بالنسبة للدخول هذا يفوق 14,000 متربص على مستوى الولاية، ويؤثرهم أكثر من 332 أستاذ على مستوى الولاية. من ناحية النوعية، يعني الاختصاصات اللي تم إدراجها بالنسبة للخريطة البيداغوجية الحالية، هو بحيث لازم باش ناخذ بعين الاعتبار البرنامج التطور والنمو للولاية من جهة، وكذلك خصوصية الولاية، ركزنا على بعض مهن الفلاحة والصناعة التقليدية، مهن الصناعة، مهن كذلك البناء والأشغال العمومية، السياحة والفندقة، وكذلك الحرف التقليدية، إضافة إلى إمضاء عدة اتفاقيات مع عدة شركاء اقتصاديين، لوين تم يعني إمضاء أكثر من 15 اتفاقية إطار اللي تم إمضائها، وسوف إن شاء الله على جانب يعني من الدخول سوف نمضي 3 اتفاقيات هامة إطار مع جامعة أمثلة باش قطاع التكوين المهني، أو بالأحرى المتخرجين تاع قطاع التكوين المهني راح يستعملوا حاضنة جامعة أمثلة باش إن شاء الله راح تكون المرافقة مستمرة للشباب تاعنا من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة ودي ستارت أب. كذلك راح نمضي اتفاق مع كرسي دار للبناء، وهذا من أجل التكفل بالمتمهنين نتاعنا في جانب البناء على مستوى مؤسسة كوتي دار. كذلك راح نقوم بعدد كذا اتفاقية مع الامثلة، ودائما في هذا الإطار باش يكون المتمهنين تاعنا يستفادوا من مؤسسة الامري من أجل التكوين في مجال يعني الالكتريسيتي الالكتروميكانيك. هذا ناهيك على اتفاقيات أخرى سوف تمضى في الأيام القليلة القادمة، وهذا من أجل يعني باش يكون قطاع منفتح نحو المحيط الاقتصادي نتاعو، نحو الشريك الاجتماعي الشريك الاقتصادي نتاعو، باش يكون عروض التكوين نتاعنا تتماشى ومتطلبات سوق الشغل الآنية والمستقبلية وخصوصية الولاية في هذا الجانب.